في أسئلة كتير دلوقتي مطروحة على طاولة اجتماعات حكومة ومجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. هل ممكن يتم الاتفاق على تمديد الهدنة؟ هل ملف المحتجزين الإسرائيليين هيتوسع لدائرة أكبر وممكن يتم الإفراج على عدد أكبر منهم مقابل استمرار التهدئة في القطاع؟ يعني بالفعل سؤال بيدور، هل الهدنة دي يعني طريق لهدن أخرى ممتدة وصولا لوقف إطلاق النار في غزة؟ أسئلة كتير هنستعرضها مع ضيفنا الأستاذ أحمد ناجي قمح، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. صباح الخير على حضرتك أستاذ ناجي. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذه منى، صباح الخير على حضراتكم الساده المشاهدين. صباح الخير. مع دقات الساعه 7 النهارده بدا سريان الهدنه في قطاع غزه لمده 4 ايام برعايه مصريه قطريه امريكيه. فرص صمود هذه الهدنه، وهل ممكن تتعرض لاي خروقات من الجانب الاسرائيلي برايك؟ الجانب الاسرائيلي يا استاذ محمد بيتشكك كثيرا، ويمكن المتابع الجيد ليهم وتحليلاتهم على مختلف القنوات ووسائل الاعلام بيتأكد ان لديهم قناعه ان ستحدث اختراقات من جانب حركه حماس. الجانب الاسرائيلي يقدم المبرر لما قد يقدم عليه من مخالفات خلال هذه الهدنه الانسانيه التي توصلت اليها البشريه بفضل الجهود المصريه والقطريه والامريكيه، وكللت بالنجاح في الوصول الى هذه الهدنه الانسانيه الاولى. الجانب الاسرائيلي لديه تصور، يمكن كل التحليلات، واسمح لي هنا اقول ان الانتصار المصري مكون كبير في الانتصار، الرؤيه المصريه مكون كبير في، بالاضافه بالطبع الى الخطوط العامه اللي حطها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الاول من 7 اكتوبر لغايه النهارده، بيكمن الفضل فيه للاعلام المصري اللي قدر لوحده يتصدى الى السرديه الاسرائيليه. المكون الرئيسي انك انت قادر تنقل الحقيقه بالفعل. وهنا الفارق في اعلام منحاز، يمكن انت بتشوف قمه التوتر لو قادر تتابع. المحللين الاسرائيليين عندهم قمه التوتر وهم بيدافعوا عن نظام بنيامين نتنياهو. وهم بيدافعوا عن سرديه بنيامين نتنياهو والسرديه الاسرائيليه في هذا الامر. عندهم ازمه كبيره جدا، لانهم يدركوا ان الورطه الكبيره اللي وقعت فيها دوله الاحتلال منذ 7 من اكتوبر. عندهم ازمه كبيره في ازمه ثقه، كمان ازمه ثقه في كيفيه اداره المراحل القادمه. احد الدوافع المهمه للوصول الى هذه الهدنه هو ما عانته اسرائيل داخليا من ضغوط. يمكن ورقه المحتجزين، هم بيسموهم رهائن، حماس بتسميهم اسرى، في النهايه هي معاناه عانى منها اهالي هؤلاء المحتجزين. صحيح. ويضغطوا بقوه على الداخل الاسرائيلي. بنيامين نتنياهو لديه ازمات كبيره ولم يحقق اي من اهدافه طوال 48 يوم منذ اندلاع المعارك. صدق النوايا اتصوره مشكوكا فيه في الطرف الاسرائيلي، اللي بيؤكد انه حتى بعد انتهاء هذه الهدنه الانسانيه سيستأنف عملياته من اجل تحقيق كامل النجاح لاهداف العمليه اللي هي غير واضحه، غير في السرديه الاسرائيليه التي تهدف الى تحقيق اهداف معينه هم ما حققوش منها اي حاجه حتى هذه اللحظه. الجانب المصري بالتعاون مع الجانب القطري وباقي الجهود والرعايه الامريكيه لهذه الهدنه قدرت تتوصل الى تفاهمات مع حركه حماس اللي بالفعل استجابت وقدمت لائحة بعدد من المحتجزين لديها سيتم الإفراج عنهم بالتوالي وصولا إلى 50 محتجز بنهاية ال4 أيام. صحيح. صدق النوايا هنا هو الذي يمكن أن يبنى عليه. وده الأمر اللي بنقدر نتشكك فيه تماما من قبل الطرف الاسرائيلي. مش عارفه احنا عارفين استاذ احمد انه لا يمكن ان نعول على موضوع صدق النوايا ده، خاصه ان الجانب الاحتلال الاسرائيلي بالامس قبل الهدنه كان مصر على ان هو يقصف محيط المستشفيات، قصف بالفعل بعض المنشات اللي كانت موجوده اعتقد في مستشفى الاندونيسي، يعني كان في مشكله امبارح في قصف المستشفيات، اعتقد ان هو يعني كان بيحاول يحقق اكبر مكاسب ممكنه قبل الهدنه النهارده. انت بتواجهي بايه بالطبع اللي حضرتك بتقوليه بمنتهى الدقه، انت بتواجهي ده ازاي يا استاذه منى؟ وده الاهم الحقيقه في الاداره المصريه للأزمة. انت بتواجهي ده من خلال استراتيجيه، يمكن خلينا ناخد من كلام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي
ونؤكد عليه، انت بتواجهيه باطار رشيد حاسم في خطاب متصاعد يتناسب طرديا مع ما يحدث من جرائم إبادة للشعب الفلسطيني. انت بتواجهي ده بمجموعة من القواعد اللي حطيتيها، وامبارح فخامة الرئيس اعلن عن خط احمر انه لا تهجير للشعب الفلسطيني، تهجير الفلسطينيين خط احمر بالنسبة للدولة المصرية. من الواضح ان الدولة المصرية تدرك جيدا منذ اليوم الاول أبعاد هذا المخطط، ويمكن دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي في حديثه أمام مجلس النواب أشار إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهداف هذا المخطط منذ 7 أكتوبر، وده تاريخ مهم جدا لابد أن نذكره ونسجله كما أورده دكتور مهندس مصطفى مدبولي في حديثه. ليه؟ لأن هو حدد الإطار اللي بتتعامل به الدولة المصرية واللي بيتناسب طرديا مع ما يحدث في داخل الأراضي الفلسطينية من تطورات. الدولة المصرية لديها تصور واضح وفهم عميق لمكونات الأزمة ولمسببات هذه الأزمة ولدوافع دولة الاحتلال ودوافع بنيامين نتنياهو في هذه السياسات التي يقوم بممارستها. طب استاذ احمد، يعني امبارح يعني حضرتك اشرت الى الاحتفاليه الخاصه باستجابه شعب تضامنا مع فلسطين، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى اشاره البدء باطلاق قافله جديده الى معبر رفح. السيد الرئيس اشار الى انه الفتره المقبله الايام اللي جايه هتشهد مزيد من ادخال المساعدات الاغاثيه والطبيه لاهلنا في قطاع غزه، بالاضافه طبعا الى شاحنات الوقود. آثار الإيجابية لهذه الهدنة في الإسراع بإدخال أكبر قدر من المساعدات اللي بتحتاجها غزة واللي أهلنا في القطاع في أشد وأمس الحاجة إليه. طيب أستاذ محمد، عندك مجموعة من المواقف الرشيدة اللي خدتها الدولة المصرية، عندك مواقف في المكون السياسي، عندك مواقف في المكون الإعلامي، وعندك مواقف في المكون الإنساني. المكون الإنساني كانت الدولة المصرية حريصة عليه في كل بياناتها وكل الأحاديث اللي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قادة دول العالم منذ اليوم الأول لاندلاع هذه المأساة التي لم يعرفها العالم من قبل. المكون الإنساني مصر ركزت عليه وأصرت على فتح زيف الادعاءات الإسرائيلية، وأوضحت للعالم ما يعانيه المواطن الفلسطيني جراء هذا العدوان الآثم المستمر على حقوقه والذي أفضى إلى ما تمر به الأراضي الفلسطينية من أحداث. الدولة المصرية تدرك جيدا أن الهدف هو تصفية الإنسان الفلسطيني ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لن تسمح به. عشان كده مصر كانت مصرة على الإعلاء من المكون الإنساني وإبرازه سواء في الخطاب الرسمي السياسي أو خلال الخطاب الإعلامي. يمكن مصر كانت حريصة على إبراز معاناة المواطن الفلسطيني واستقدمت واستضافت العديد من ممثلي منظمات العالم على رأسها منظمة الأمم المتحدة، على رأسها كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالغذاء بإغاثة اللاجئين لتفقد الأوضاع على الطبيعة. مش بس كده، استضافت زعماء من العالم واصطحبتهم في جولات ميدانية إلى حدود محيط منفذ رفح البري من الجانب المصري. الدولة المصرية أكدت أنها لم ولن تغلق، وده اللي أكد عليه فخامة الرئيس امبارح، أنها لم ولن تغلق المعبر نهائيا، وأن المعبر مفتوح من الجانب المصري، وأن الأمر يتعلق بإدارة المعبر من الطرف الآخر والتي لا تخضع لسلطة مصرية، وإنما هي اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وبين غزة بين حماس بالتحديد وبين دولة الكيان لإدارة المعبر من الطرف الآخر. فخلينا هنا نكون فاهمين أن المكون الإنساني هو المكون الذي تمكنت به الدبلوماسية المصرية والإعلام المصري من النفاذ وبقوة إلى العالم وإيصال الصوت العقلاني لما يمكن أن ينتج عن هذه الأزمة من معاناة إنسانية. هنا لازم نقف حتى في احتفالية امبارح يا أستاذ محمد ونشوف الإعلاميين الفلسطينيين اللي شاركوا، اللي هم كانوا بيمثلوا قناة القاهرة الإخبارية، وتشوف إزاي دول بيحكوا حكاية عن معاناة شعب، عن معاناة قطاع مهم زينا بالضبط بيمارس دوره على الأرض من أجل الحقيقة، وإزاي هم تعرضوا لكم من الضغوط الإنسانية طبعا في ممارسة عملهم كادت أن تودي بحياتهم. صحيح. بل بالأكثر من كده، إن إحنا عندنا طاقم من القاهرة الإخبارية تعرض إلى اعتداءات نتج عنها وفاة أحد أعضاء هذا الطاقم الله يرحمه طبعا، وكل العزاء للجميع. أكيد.
ان شاء الله يعني الامور تستقر سريعا بالوساطه المصريه زي ما احنا شايفين. هدنه انسانيه لمده عدد من الايام قليل قد يليها عدد اخر من الهدن. كل الشكر ليك الاستاذ احمد ناجي امحه رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه. صباح الخير على حضرتك.